سالم أصبح رجلا وقريبا بإذن المولى سوف يلتحق بجيش الخلافة. ماذا تفعلين يا امرأة؟ غطي وجهك، أنت تخالفين بهذا شرع الله. قلت لك إنه لم يبلغ بعد يا أبو عامر، لم يبلغ بعد. هذه مسألة خلافية، بلوغه من عدمه لا يمكن إثباته. إلى أين تريد أن تصل؟ سأذهب هذه الليلة إلى بوغرين، حيث تستعد قواتنا الباسلة للمعركة الحاسمة ضد جنود الطغاة، وسأصطحب معي سالم. هذا غير ممكن. يجب عليك أن تراقبي لهجتك معي امرأة، ولا تنسي أنك تتحدثين إلى أبي عامر الجزراوي والي ولاية طرابلس بحالها. لم أخطئ معك بشيء، ولكنك تخالف التعليمات. سالم لازال صغيرا ولا يمكنك إجباره على القتال. هذه مسألة خلافية قلت لك. أنت لا تدعي أنك تعرف ابني أكثر مني. ما هذا الهراء؟ ماذا قلت؟ هراء، كلامك مجرد هراء. سالم لازال صغيرا وليس من حقك الزجر به في قتال لا يقوى عليه. لو كنت امرأة أخرى يا أم سالم، لو كنت امرأة أخرى. قضي الأمر، سالم سوف يذهب معي إلى ساحة المعركة، ولك أن تسأليه عن رأيه في ذلك. صحيح يا سالم بتعدي معهم؟ أيوة يا أب، أنا ماشي الجهاد في سبيله. حلفتك بالله يا أبو عمر ما تاخده معكم، بالله عليك أنك تسيبه، حلفتك بالله. ماذا تفعلين يا امرأة؟ أولا تعلمين أن لمس يد رجل غريب عنك محرم شرعا؟ لا مفر، سالم سوف يذهب معي إلى القتال، ومن يدري ربما يهبه الله سبحانه وتعالى الشهادة وتقر بها عينك.